الحقيقة أيها الأحبة، كل واحد منا لابد أن يصاب بالحسد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة هي سورة الفلق، وختمها بقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. إذن بما أن الله علم البشر جميعا وفرض عليهم أن يقرأوا القرآن، فهذه الآية مفروضة علينا أن نقرأها، وبالتالي لا يمكن أن يفرض عليك أيها الإنسان شيئا عبثا، بل كل له حكمة وله عبرة. فعندما نقول ومن شر حاسد إذا حسد، هذا يعني أن الله أمرك أيها الإنسان أن تستعيذ بالله وتلجأ إلى الله. ما معنى قل أعوذ؟ أي ألتجئ وأحتمي وأطلب الحفظ والحماية من هذا الحاسد. ومن شر حاسد إذا حسد. من هنا أيها الأحبة يمكن أن نقول كل واحد منا لابد أن يمر به وقت يحسد فيه على شيء ما، لأن الحسد مصدره الشيطان أيها الأحبة. ما الدليل على ذلك؟ كل عمل شرير مصدره الشيطان. الإنسان إذا ترك لفطرته ستجده يسير على طريق الهدى والإيمان، ولكن عندما يتدخل الشيطان تبدأ الانحرافات ويبدأ الحسد ويبدأ السحر ويبدأ الضرر. سيدنا آدم عندما كان في الجنة عاش طويلا ولم يعص الله، عندما تدخل الشيطان أغواه غره وبالتالي عصى الله. فإذا أيها الأحبة، الشيطان هو مصدر الحسد، هو الذي يوسوس للإنسان أن يتمنى زوال النعمة عن غيره. هناك من الناس من يحسدك على أي شيء، أي شيء، أي نعمة مهما كانت صغيرة أو كبيرة يحسدك عليها بعض الناس. للأسف الشيطان استحوذ على كثير من الناس أيها الأحبة، والدليل على ذلك قال سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إذن معظم الناس اليوم يتبع إبليس، وبما أن معظم الناس يتبعون إبليس فإبليس لابد أن يوسوس لهؤلاء الناس ويجعلهم يحسدونك. وبالتالي كيف تعلم أنك محسود؟ من القرآن الكريم. كل البشر يصاب بالحسد، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. إذن الحسد والعين هما أمران ذكرهما الله في القرآن، ولذلك إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم وهو الذي جعله الله رحمة للعالمين، هذا النبي الكريم كان على خلق عظيم، على الرغم من ذلك أمره الله أن يستعيذ من شر هذا الشيطان ومن شر البشر الذين يسيرهم الشيطان. قال: ومن شر حاسد إذا حسد. لذلك أيها الأحبة، من هنا أنا أتمنى من كل أخ مؤمن أن يعتبر نفسه أنه محسود ما دام لديه نعمة واحدة، وكل إنسان مهما كان فقيرا لديه نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الأكل، أنه يستطيع أن يأكل. هناك من لا يستطيع أن يأكل إلا بوسائل خاصة من خلال مشافي. هناك أناس لديهم أمراض لا يتمتع حتى بالكلام، حتى بنعمة النظر، حتى بنعمة السمع، بنعمة النوم. هناك من الناس من لا يستطيع النوم إلا من خلال أقراص مخدرة أو مهدئات نفسية. لذلك أخي الحبيب، العلامات التي تدل على أنك محسود: انظر إلى مشاكلك في بيتك، في تجارتك، في دراستك، بينك وبين زوجتك، ستجد العديد من المشاكل. الله تعالى قال: ومن شر حاسد إذا حسد. إذن أخي الحبيب، يجب عليك أن تركز على السلاح الذي ستستخدمه ضد الحسد، وليس على من حسدك ومن لم يحسدك. هذا الأمر لن تصل فيه إلى نتيجة أصلا، لأنك ستتعب. اقرأ المعوذتين وابدأ قبلهما بالفاتحة وآية الكرسي، يعني هذه الأسلحة الله أعطانا إياها وعلمنا، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يداوم على ذلك، علمنا أعظم سورة من القرآن وهي الفاتحة، وأعظم آية من القرآن هي آية الكرسي، الآية 255 من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الآية فيها ولا يؤوده حفظهما عن السماوات والأرض، فكأنك تقول يا رب أنت لم تعجز عندما حفظت هذه السماوات بمجراتها ونجومها وأجرامها، ولم تعجز عن حفظ الأرض بما فيها من مليارات الكائنات، فلا يعجزك أن تحفظ إنسانا يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت يا رب لا تعجز أن تحفظني وأنا العبد الضعيف. هذا معنى المعنى الذي يجب أن تفهمه عندما تقرأ آية الكرسي. آية أو سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فيجب أن تقرأها كل يوم على الأقل 3 مرات، وبخاصة في الصباح والمساء. كلما دخلت إلى بيتك أخي الحبيب قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كلما أويت إلى الفراش يجب أن تتوضأ، لأن الشيطان يهرب من الوضوء. الوضوء هو السلاح رقم 1 ضد الشيطان. عندما تستيقظ من نومك اذكر الله، قل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذه أسلحة أخي الحبيب موجودة بين يديك، ولكن كم واحد منا يستخدمها؟ معظمنا للأسف يفكر من الذي حسده ولماذا حسده، وهذه قضية لا تنتهي، لأنك إذا أردت أن تفكر بعدد الشياطين من حولك، وعالم الجن عالم كبير جداً أكبر من عالم الإنس، موجود في كل مكان. فأنا إذا قلت سأفكر بعدد الحاسدين وعدد الشياطين وعدد من يوسوس لا تنتهي، ستصاب بالوسواس. إذن الطريقة المثالية أن تعتبر نفسك أنك محسود بالفعل، ولكن لديك أسلحة إذا استخدمتها لا يؤثر هذا الحسد. الفاتحة رقم 1، وبخاصة إذا استطعت أن تقرأها 7 مرات. قراءة سورة الفاتحة أخي الحبيب 7 مرات لها مفعول السحر في الشفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على الرقم 7 في أحاديث كثيرة تتعلق بالشفاء. الشيء الثاني أخي الحبيب آية الكرسي، هذه آية عظيمة تحفظ مالك وبيتك وأهلك ومتاعك وتجارتك. آية الكرسي كما أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قرأتها في الليل لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، وإذا قرأتها في الصباح لا يزال عليك من الله حافظ حتى تمسي. قل هو الله أحد المعوذتين، هذه الوصفة لعلاج الحسد، ولكن يوميا يجب أن تقرأها بالإضافة للوضوء والحفاظ على الصلوات الخمس. متى يتمكن الشيطان أن يصيبك بالضرر؟ مع العلم أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه. الشيطان يستطيع أن يضر من يتولاه، من يعتقد به. الحاسد يستطيع أن يضر من لا يخاف الله، من لا يقرأ القرآن، من لا يتوضأ، من حياته مليئة بالغضب والانفعالات والظلم. إذن إذا أردت أن تنجو من شر الحاسدين عليك أن تتبع تعاليم القرآن، وتعاليم القرآن هي لمصلحتك أخي الحبيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.